الحقيقة أنا ما كنتش حابب أعلق أو أتكلم عن هذا الموضوع خاصة قبل مباراة الأهلي والزمالك، ولكن في ناس مصممة إن هي تعمل فتنة، مصممة تتكلم بطريقة تثير أزمات بين الجماهير، بعد كده يرجعوا يقولوا الروح الرياضية والأخلاق. هم بعيدين كل البعد عن الروح الرياضية. من هنا أنا بطالب كل الجماهير سواء أهلي أو غير الأهلي حتى بالبعد عن مثير الفتن والتحلي بالروح الرياضية، لأن مباراة السبت في الآخر هي مجرد مباراة. طبعا الكل ينتظر المناغشات اللطيفة اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل، ما فيهاش أي مشكلة، ولكن حضرتك كثير جزء كبير من العالم هيتفرج على مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت، لابد أن تكون مباراة تليق باسم مصر وبأسماء النجوم اللي موجودة في الفريقين، بعيدا عن إثارة الفتن اللي بيحاول البعض يصدرها للجماهير قبل اللقاء. طب أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ يعني أنا الحقيقة اللي بشوفه في بعض الفيديوهات الواحد بيشوفها، وزملاء كانوا بيلعبوا في الزمالك وغير الزمالك، الحقيقة لما كانوا في الملعب كنا بنحترم بعض وكانت الأمور كويسة ومفيش أي مشكلة، وأنا كنت بشوف ده الحقيقة برضو، ولكن بعد ما اعتزلوا واختفوا بدأوا يتجهوا لطريقة إزاي أعمل الترند. بجد اللي أنا بقوله ده بجد، محدش فاكره ولا عارفه وملوش أي تأثير ولا تاريخ، فهيكون ازاي قاعد فاضي كده؟ لا، لازم يلعب على وتر الجماهير. في واحد طالع يقولك عليه النهارده بيبث سموم الفتنه والتعصب، بيقول لما كان في انبي لعيبه الاهلي كانت بتبوس ايد مين؟ طيب مع احترامي الانبي وحضرتك في الزمالك، الكلام اللي انت قلته في الفيديو النهارده ده ان لعيبه الاهلي او فريق الاهلي ما هم الا هاله اعلاميه. طيب اللي انت بتقوله ده ما شفتوش منك ليه في الملعب؟ انت عمرك ما كسبت النادي الاهلي، عمرك ما كسبت، يمكن الماتش الوحيد زي ما انا قلت كده، الماتش الوحيد تقريبا اللي جوزيه خد اجازه والجهاز الفني كله خد اجازه، ومش ادى 11 لعيب بس، ادى 13 لعيب، يعني ال 11 اللي بيلعبوا واثنين احتياطي كمان اداهم اجازه. انت حققت مع الزمالك كام بطوله؟ انت جاي تتكلم عن النادي الاهلي ازاي؟ انا هقول لك حاجه، هو فاقد الشيء لا يعطيه. انا يعني ايه الكلام ده؟ انا ولا عمري شفت كده، ولا يعني الواحد حتى لا يتذكر هذه الاسماء وهو بيلعب. انت عمرك ما كسبت النادي الاهلي يمكن مره، ما انا بقول لك هي المره الوحيده دي تقريبا اللي حصلت. كنا حسمنا الدوري قبلها بفترة والراجل عايز يريح الناس. انت ما تعرفش ان الكلام ده يثير فتن وتعصب كبير جدا؟ عايز تقول الكلام ده روح قوله مع زمايلك في الغرف المغلقة، اتقوا الله في مصر، حرام عليك اللي انتوا بتعملوه ده، ما يصحش. احنا ممكن نتكلم، انا بتكلم عن النادي الاهلي دايما، بدافع عن هنا، بتكلم عن هنا، بيحصل هنا، الناحيه الثانيه نفس الكلام، كل واحد له مطلق الحريه ان هو يقول اللي هو عايزه، ولكن ان تصل الى هذه الدرجه من والله العظيم ثلاثه، انا عندي كميه ناس على الواتساب بعتلي بيقولوا لي عايزين نقدم بلاغ للنائب العام. مش عايز اوري يعني انا لو ينفع افتح كنت فتحت ووريت حضراتكم كميه واتساب جايه لي وتليفونات طول النهار النهارده. الناس بتتكلم في اتجاه واحد بعيدا عن الاهلي والزمالك، عيب اللي بيحصل، الكلام ده ما يصحش. الكلام ده الرياضه اخلاق. الحقيقه الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا بتحصل لمجرد ان انا اتقرب من اداره او اتقرب من جمهور او اتقرب من كذا، العب على وتر الجمهور عشان ابقى ترند على السوشيال ميديا، عشان بقى ناس تبدا تجيبني بالبرامج واخد ايه يا جماعه الكلام ده؟ ما اللي عايز يتكلم حاجه يقولها. الناس بتتكلم الحمد لله والشكر لله، كلنا هنا في قناه الاهلي بعيدا عن هذا البرنامج، كل الناس بتتكلم بتحميس اللاعبين وكل حاجه وباحترام للنادي الاخر كل حاجه.
عمرنا ما اتكلمنا الا بمنتهى الاحترام. لكن اللي بيحصل ده عيب عيب. هذه إثارة فتن واحنا داخلين على ماتش زي اهلي وزمالك. والله العظيم ثلاثة اكتر من 100 واتساب جاي لي من اهلاويه حبايبي جدا انا اعرفهم يعني اعرف قد ايه هم بيحبوا النادي الاهلي خلاص، وناس برضو من اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي. والله العظيم ثلاثة قايلين لي احنا عايزين نتقدم ببلاغ للنائب العام على الفيديو ده، لانها مش اول مرة تحصل، موضوع متكرر من نفس الشخص، لانه لم يتم ايقافه قبل كده. عيب عيب اللي بيحصل ده. الرياضه اخلاق، والرياضه افضل من هذه الفيديوهات وافضل من الترند. وهنفضل ندافع عن اخلاقنا، او هنفضل ندافع عن نادينا باخلاقنا وبالقيم اللي عندنا. زي برضو لعيب سابق طلع يقول لك الاهلي دفع بكهرباء في مباراه سموحه علشان يخلص عليه قدام الجمهور. يعني تخيلوا حضراتكم ان ده تفكير واحد لاعب كوره بيقول لك ان الاهلي دفع بكهرباء في مباراه مصيريه قبل نهائي كاس مصر عشان يخلص عليه، اللي هي خروج المغلوب. طريقه التفكير بالفعل هي طريقه لها مدلول كبير جدا. هو انت فاكر النادي الاهلي ده بتاعك؟ هو حضرتك فاكر ان النادي الاهلي ده يعني رئيس النادي بيتدخل ويقول له تلعب مين وما تلعبش مين، ويفرض لعيبه معينه على الجهاز الفني؟ عمرها ما حصلت من 1907 لغايه دلوقتي. مع ان يعني الكابتن خطيب لو اتكلم في الكوره، بعيدا بقى عن ان هو رئيس النادي الاهلي، لو اتكلم في الكوره لازم تقعد تسمع. لكن ما الراجل ما بيتدخلش، الراجل بيشوف ايه الاحتياجات وبيبقى من بعيد بيروح يتكلم مع الفرقه يحمس الفرقه ويمشي، مفيش حاجه تانية. اذا كان بيحصل كده في النادي بتاعك انت حر، لكن لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي خد بالك من الكلام. الاهلي مش كده، الاهلي في حته تانية، كل واحد عارف دوره كويس جدا. الجهاز الفني عارف دوره دون تدخل من اي فرد في النادي. عمر ما النادي الاهلي حد بيتدخل في عمل حد. لكن لو في اخطاء او في حاجه، تعالى اداره الكره تجيب المدير الفني ومدير الكره وتقعد معاهم وتقول لهم في واحد اتنين تلاته. فالاهلي نادي محترف. لكن انا هلتمس لك العذر. اللي عمله كهربا امبارح الحقيقه عمل حاجه خلت تحصل أزمات كثيرة في أندية أخرى. فبالتالي اتقال له اعمل بقى، حاول تعمل أزمة في النادي الأهلي بأي طريقة. النادي الأهلي على فكرة برضو كل شوية هأكرر هذه الكلمة، النادي الأهلي ليس طرفا في هذا الأمر في موضوع كهربا. لكن كهربا هنفضل واقفين معاه كجمهور، هنفضل واقفين معاه.